قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إنه يجب الضغط على المعارضة السورية لحضور المؤتمر الدولي حول سوريا والمزمع عقده في جنيف دون شروط مسبقة. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو سلمت الأمم المتحدة جميع الوثائق والصور للمواقع التي أخذت منها عينات غاز السارين في سوريا، مشيرا إلى أن القذائف المحشوة بالسارين صنعت في أماكن تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة.